السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عابر السبيل ونحن كل يوم في حلقة نعبر بكم بالعبر ترى. فاعتبروا يا الألباب. وقفنا في الحلقة السابقة في أمر أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد عام الحزن لما توفي عمة أبي طالب وتوفي توفيت خديجة أصاب النبي صلى الله عليه وسلم حزن حتى سمي بعام الحزن انطلق النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف مرحلة أخرى في الدعوة إلى الله مرحلة جديدة هدف وقايات وسمات عديدة لإيصال دين الله عز وجل إلى العباد وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا فتأملوا يا رعاكم الله تأملوا هذه القصص العظيمة واعتبروا بها ليكون لكم عابرا من الصراط إلى دخول الجنة وتوجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أناس كانوا لهم نسب في قريش عبد ياليل بن عمرو وحبيب بن عمرو ومسعود بن عمرو وكانت امهم من قريش حاول أن يسلم يجلس معه يدعوهم الى الاسلام ويسمعهم القران ويتلو عليهم الايات والبيان لعلهم يسمعون في نهايه المطاف قال احدهم انت ما في احد غيرك يرسل الله رسول وقال الاخر: لا اسمع مره ثانيه تحاكيني بمثل هذا الكلام. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم حزينا مهونا. ثم اغروا الصبيان والسفهاء يلحقون به ويرمونه بالحجاره حتى ادموه. ثم لما تعدى النبي صلى الله عليه وسلم هذه المرحله وهو نازل الى الى مكه نزل في احد الحوائط، الحائط دائما سمعت حائط معناته بستان عليه سياج البستان إذا كان عليه سياج سمى حائط نزل النبي صلى الله عليه وسلم وهذا البستان كان لعتبه وشيبه ابني ربيعان ثم لما جاء, جاء إلى النبي وقدم له الثمار وقدم له بعض الأشياء النبي صلى الله عليه وسلم اخذ وقال بسم الله قال بسم الله ما يقول بسم الله إلا نبي قال أنت من أي يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعداس قال أنا من يلوى قال من قرية يونس ابن متى النبي قال نعم قال وما أدراك بذلك هذا عداس يسأل النبي قال أنا رسول من رب العالمين أرسلني بالإيمان والتوحيد وأرسلي بخاتم بخاتم الرسالات واخر الكتب وهو القران. تاثر عداس وتغير وجهه. رجع الى مولاه. قال ولا شفناك طولت، شنو قال لك؟ قال هذا رسول رب العالمين، قال كيف عرفت؟ قال اول ما اكل قال بسم الله وبعدين سالني من اين انت؟ وقلت له انا من كذا فقال لي هذه قرية يوسف متى وهذه المعلومات لا يعرفها إلا نبي قال قول خلك عادين آبائك وإجدادك وعلى الكلام الفاضل الكثير هذا لا تغير لا تتبع هذا الرجل النبي صلى الله عليه وسلم خرج منهم جاءه وهو خارج جاءه منه من تتوقعون جاءه ملك الجبال قال تبي أطبق عليهم الجبال وأهلكهم قال لا لعل الله يخرج من صلبهم من صدهم من يؤمن بالله واليوم الاخر صدق كان رحيما وما ارسلناك الا رحمه للعالمين تذكروا في قريش هم جاء الملك لما قال حول الصفا ذهب او نفتح لهم باب توبه ورحمه قال لا ابي لهم باب توبه ورحمه كان يحب للناس الهدايه لازم المعلم المصلح المرشد يحب للناس الهداية ويصبع الناس ويكون غليظ شديد بس يبي ينتقم المهم النبي صلى الله عليه وسلم رجع ودخل مكة مرة أخرى وهناك طبعا في هذه القصة قصة النبي صلى الله عليه وسلم وصبره وكما قال الله عز وجل واصبر على أذاهم المهم وجوع النبي صلى الله عليه وسلم ودخول مكة مرة أخرى طبعا رجع بجوار وطعم بن عدي يعني على أساس أن قريش شوية ضايقة من النبي صلى الله عليه وسلم لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يبالي يوم من أيام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الفجر "قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا" أن الله عز وجل في الدنيا هذه إذا تأملتها تجد خير وسعادة واطمئنان وفوز ونصر وتصل نفس الشيء يأتيك أحيانا بلاء واختبار وتمحيص أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول رسول الذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب الله عز وجل في أحداث مع النبي صلى الله عليه وسلم شده يجعل رخاء يا الجن وهو يصلي وسمعوه يقرأ قرآن ورجعوا إلى قومهم يبشرون قد سمعنا قرآن عجبا ليش الله أرسله الجن لأن محمد صلى الله عليه وسلم أرسل للإنس والجن وكان كل نبي يبعث لقومه خاصة وقد بعثت للناس عامة وفي رواية العالمين ولهذا الله عز وجل يريد ان يؤنس نبيه ويسميه عند الشده تاتي الفرج عند الصبر ياتي النصر عند الصبر ياتي الظفر وهكذا والنبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا في حياته وسيرته و وشمائله الذي سمعناها الحياه الصحيحه الحياه ترى لابد ان تعرف كل يومك يومك تعيش فيه بين كدر وبين فرح بين حزن وبين نجاح مو كل مره كلها فوز ونجاح الحياه مو كلها كذي ترى النبي صلى الله عليه وسلم الان شوفوا جاي من الطائف وحزين ظغوط والملك يقول له تبي اطبخ عليه والخشبين اخشبين او 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 الجبال ملك الجبال يطبق عليه الجبال ونفس الوقت يصلي ويأتون الجنة يسمعون القرآن ويبشرون بعضهم بعض إذا شو معناته؟ معناته أن الحياة الدنيا فيها سرور فيها بهجة المؤمن يعرف أنها دار اختبار وابتلاء ولا يزال البلاء بالمؤمن حتى يلقى الله ما عليه خطيئة وقد وصلنا في إلى نهاية هذه الحلقة أسأل الله العلي القدير أن يتقبل مني ومنكم ويحسن لنا الخاتمة ويجعلنا من المسلمين ممن قال لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمد رسول الله لنعبر بهذا السبيل الى العبر الاخرى والحمد لله رب العالمين